شو نسمي المياه التي تخرج ما بين الصخور وتجتمع في عين؟ ماذا يسمى هذا الشيء؟ وأي قرية سميت على ذلك؟ لاحت فصاح زمانها وترنم وتمايلت وتبسمت فتبسم ممنوحة فتانة براقة حسناء ترفل في الجمال تناعما. هم الماء أي سال، وحبحب الماء بمعنى جرى بقدر. بين الوصفين توافق في الجريان، ولكن باختلاف الهيئة والقوة. أوزود، والتي تعني بالأمازيغية الرحى الذي يتحرك بفعل الماء، اسم لواحدة من أجمل الشلالات في العالم، وهي مقصد للسياح من كل مكان. يهمو ماء هذه الشلالات من جبال الأطلس، وينحدر الماء منها على عدة خطوات لوجود طبقات صخرية تشبه الأطباق أو الرحى، فينساب الماء من رف إلى رف آخر إلى أن يصل مصبه في العين أو المحبس. من شكل المكان وطريقة انسياب الماء نحت اسم المكان. طبعا هذه قريه حبحب هي احدى قرى اماره الفجيره، كان لها اهميه كبيره في السابق نظرا لموقعها، موقعها المتوسط بين الساحل الشمالي والساحل الشرقي للدوله، فكان مرور القوافل ومرور الناس اللي رايحين للتجاره ولا لاي مصلحه اخرى كان غالبا ما يمر المنطقه هذه، نظرا لتوفر الماي وتوفر التمور واستضافتهم من قبل أهل المنطقة. منطقة حبحب فيها العديد من المعالم الأثرية، الله. أهمها البري هذا أو القلعة، نطلق عليه في اللهجة المحلية البري، وكذلك المربعة اللي هناك، هي مربعة شكل قلعة ولكن على شكل مربعة، ومن المعالم الأساسية أيضا في المنطقة بيت الأمير، بيت أمير المنطقة، وكذلك بعض البيوت اللي تم ترميمها الفترة الأخيرة، وأصبحت المنطقة صراحة جدا مهمة، وصارت بعد الترميم أفضل بكثير من ما كانت في السابق. زين ابو حمد، الحين انا واقف هنا بس اشوف هاي، يعني هاي مثل المشيرف نقول عنه، ويشرب انك طالع المكان تشرب على كل شيء. ابو حمد، لو ذكرنا الاوليين واحدهم من اجدادك، صحيح، كيف كان يعني يومهم هنا؟ صحيح، هل منطقه حبحب عشتهم سابقا ما تختلف كثير عن المناطق المجاوره. كانوا يعتمدوا على ثلاث اشياء رئيسيه، الزراعه والرعي، وكذلك جمع الحطب والعسل من المناطق الجبليه. ابو حمد، الحين طبعا ما شاء الله اللي يطلعون فوق الجبال المناطق هذه، وطلع واحد وصل عند الخليه ويجمع النحل الطيب او العسل الطيب، اذا واحد طلع هاي البقعه هنا فوق وطاح وتكسر، كيف يعالجونه قبل؟ طبعا هذا الطيحه شيء وارد، سواء انكسر ولا كان في رضبه ولا كذا، او حتى شيء من الحيوانات. نعم صحيح وارد. شو تستخدمون؟ كان الاولين كان عندهم ادويه، كان عندهم اعشاب، وهالمنطقه بالذات تميزت في شجره في نبته يسمونها الظفر. الظفر هذه تستخدم لعلاج مش الكسور، الكدمات اكثر شيء. الكدمات يعني موجوده لنا؟ موجوده، وفي عندنا مداوي لا زال يمارس المهنه هاي ويداوي بعد. زين، نبغى نشوفه. بنشوفه، تفضل. يلا تفضل، كنا نشوف النبته هاي الظفر. الألم هني، الألم هني، أنا متألم طايح على يدي. عمي أبو سلطان، من هنا من كسرة؟ هي من كسرة. إحنا بنخليه الحين لين نسوي له تيبيرة مؤقتة، لين نسوي الدواء بسيط. هذا ليف، نحن نسميه ليف خشي،
خشن. خشي هذا من خشي من الحين. وهي الليف الثاني ها مال قلابه من تحت، هي اول ما تقلب الخلع من نعم. تحت على فوق هذا يطلع ليه ماله هرق شويه احمر لونه شويه كذا وهش من هذا هش. هذا شو اللي ياس ندق الحين؟ هاي الحين ندق الظفر. اذا هذه نبته الظفر، هذا كله ظفر. يدي زين قطع عنق زين. وهذا شو العنزروت؟ العنزروت بعد الصبار. والصبار عندك طول عمرك. والحلبه قلنا حطيناها نعم. الملح حطينا، الكركم نعم، حطينا الوبر الان مال الماعز وحطينا الحلبه شعر مال الماعز. ها شعر؟ نعم الشعر. لا هاي ليش تحطون شعر؟ تقطع صغار 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 مشان يقبض. يقبض ايوه ينفرش كذا من داخل. سبحان الله. انا عايش الدور ان انا الحين طبعا مصاب يعني. تخيل جايت انك رضى زين. هذا تحت الخلقه بيكون. لا 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 وياه وياه ما تم شيء ما حطيتوه ما شاء الله، كل شيء حطيتوه. لازم لازم لازم. زين الاوليين كيف عرفوا الحين ان هذا العلاج؟ اول العلاج طبعا ما شيء عندهم. ليش ما عندهم دخاتر؟ ايوه دخاتر هنا ما شيء. اللي في الجبل ولا متعلق بعيد سووا صولات ماي سيارات ماي. سبحان الله هذا بيض محلات ماي ماسك بيض اذا ماشي زين. استعانوا بالله ثم سبحان الله على يقينهم ونعم بالله يقنوا بالله والله سبحانه وتعالى على يقينهم يعطوه الله يعطيهم كل شيء. حاطين بيض عشان نفسه يوم يسوون معجون يمسك يسوي معجون كان عيينه مثل المعجون. يرى الحين دخاتر تشوفه الله جبس. يعني لكم ان تتخيلوا الان ان الانسان الذي كان يعيش في هذه المنطقه من اجدادنا وجداتنا، شوفوا العلم والمعرفه مهما تطور الانسان يبقى هو موجود هنا في صيدليه الحياه اللي الله سبحانه وتعالى قد وفرها لنا. شوفوا العلم، شوفوا الثقافه. ونعم كان يعالج كل هذه الاشياء وان بانت كانها جالس تطبخ تسوي طبخه، لكنها طبخة علاج حقيقية. كل إنسان عاش في محيط البيئة إلا وأن كان يجد حلا لمشكلته. الله سبحانه وتعالى ما يخلي الإنسان يكون في مكان إلا ويحيطه بالأشياء التي تساعده لكي يعيش للغد بسلام. حقها تعال 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 يلا تعال شوف يلا نحط له حقها يعني. أول شيء تحطونها حط له حقها. أيوة وين الكز وين الكز خلي ده سيده هذه الكسيدة. أيوة يعطيك الصحة والعافية. الله يعافي. سبحان الله فوق الشال عشان ما يقبض تحت. أي عشان إيدك تمرتها بس في مص. أيوة مص العلاج هذا. تحسه كذا مثل اللي بيقبض شوية المكان. هاي شو هاي؟ هاي طعمك تمسك اليد وتشد الكسر عن اللي يتحرك أو يهوي تم مثل. يعني يد عادية. يا الله هاي مصنوعة من شو؟ ما تحس بألم. يريد النخل. يريد النخل. الحين بإذن الله تعالى إن شاء الله بتشفي بعض يمكن على حسب. أيوة. 40 يوم. 40 يوم. شهر. يا الله. أزيد أنقص على حسب هذا. بس المهم إنك ما تحرك فيدك. أشياء تبان بدائية. نعم. أشياء من الطبيعة. نعم. لبسه. لكن تعالج. الله. أيوة. جزاكم الله خير وإن شاء الله بالشفاء والعافية يا رب. آمين. لكم أن تتخيلوا المياه موجودة ومتوفرة لله الحمد، تأتي من الجبال أو تخرج من باطن الأرض، وهذه عين تثبت ذلك. مثل ما تشوفون الماء يخرج ما بين الصخور وبذلك يصبح اندفاع ضعيف فيخرج قليلا قليلا. في اللغة العربية حبحب الماء أي جرى قليلا قليلا من خلال التشققات الموجودة ما بين الصخور وخروج الماء ما بين هذه الصخور. من هنا أتى الوصف بحبحب، وهذا الوصف يثبته الواقع. خروج الماء ما بين الصخور طبعا امتدادا ما بين العروق إلى الجبل، وتأتي إلى هنا فتصب في هذه العين التي تسمى بالعامرية، ويبدو أنها من الماء أو العين العامرة. والعين الثانية سميت باسم المنطقة بحبحب، كلاهما يلتقون في مسكر حبحب.
المسكر المكان او المحبس المكان اللي تجتمع طبعا فيه المياه، هذه ليست فقط يعني بركه او حوض سباحه، وبما ان المياه تجتمع في مكان واحد مثل هذا فيتم الاستفاده منه من قبل الاهالي، سواء كان لروي المزارع او للاغتسال، لغسل الملابس، وايضا المكان اللي يلتقون فيه مع بعض. نرجع ونقول ذلك الانسان اللي كان يعيش في هذا المكان ما هو بعيد جدا من اجدادنا، فلما نشوف اي تطور نعيشه في بلادنا الحبيبه نذكر تماما تلك الجذور وتلك القيم والمعاني الجميله وايضا ارادتهم للعيش، وكان كل شيء متوفر ولله الحمد، لان الانسان كان على بينه بان يطوع البيئه اللي الله سبحانه وتعالى قد وهب خيراتها ومواردها من اجله. بكل بساطه كانوا على بينه وقادرين على العيش على رغم كل الظروف الصعبه. تطمئن المناطق والقرى بوجود الحاكم العادل اللي أيضا يهتم بتنظيم شؤون أهل منطقته. في هذه القرية أسر تعيش وتقوم بالزراعة، فلا بد أن يكون هناك عدل في شو؟ في توزيع المياه. هذه ليست مجرد قطعة جريد أو يريد مثل ما نحن نقول من النخل موجودة هنا في المسكر في هذه المياه، بل هي السلاح الأهم اللي يستخدمه وكيل الأفلاج. نعم كان هناك ناس يشتغلون وعندهم وظائف، وإحدى الوظائف غير المزارع غير اللي يعالج، هناك أيضا وكيل الأفلاج. شو يسوي بهذه العصا؟ هي ليست عصا عادية، عليها علامات تقيس مستوى الماء قبل توزيعه على الجميع. توضع هذه العصا في الماء في المسكر، وطبعا الماء الآن واصل عند هذه العلامة هنا. لنفترض في السابق يستخدمون أي شيء من الحبال الموجودة أو حتى من خوص النخل، فلنفترض الآن هذه القطعة أخذها وضعها هنا. نعم أشياء بدائية في عين الكثيرين لكنها أكثر من ذلك في ذاك الزمان. وضع العصا بوجود العلامة هنا في هذه العلامة اللي على العصا والمخرج اللي هو عند المسكر، ينفتح فيبدأ الماء بالوصول إلى من خلال هذه الأفلاج اللي طبعا أيضا قام ببنائها الإنسان، وتوصل المزرعة الأولى ثم المزرعة الثانية بحسب ماذا؟ بحسب طبعا العلامة اللي موجودة في العصا. ها نزل مستوى الماء، أخذه وحطاه مثلا في المكان الفلاني، وقفوه عن المزرعة الأولى. طبعا هنا نقطة جدا مهمة، العدل في الموضوع. رغم كل التحديات نتكلم عن مئات السنين، نحن مو بنتكلم عن 10 سنين او 20 سنه، وعلى فكره المياه تعود الى العيون، المياه تعود الى المسكر، والعيون تبدا تنفجر جمالا هنا في حبحب. دعوة من القلب، زوروا حبحب. بسبب هذا المنظر سميت حبحب، هذه هي حبحب. على طاري الضيوف ابو حمد ذكرتني قصه وايد مهمه يمكن كثيرين ما يعرفونها. مر عليكم ضيف في يوم من الايام مختلف تماما عن كل الضيوف. صحيح نعم. نبغى نعرف عن الضيف. صحيح. وعن المكان اللي كان موجود فيه، ممكن توديني له؟ اكيد.
ساحت فصاح زمانها وترنما وتمايلت وتبسمت فتبسما مملوحة فتانة براقة حسناء ترفل في الجمال تناعما دعت الكرام إلى مرابع جودها وبنت إلى قمم التسامح سلما غرست بباطن الأرض طيب عروقها وتوسدت ببهائها كبد السماء ترنما فتبسما حسناء ترفل في الجمال تناعما جادت بكف الخير تطعم جيعا تروي نفوسا كاد يفنيها الظما تهوي إليها من استجار بظلها تبري جراحا ما صابت بلسما أبدا أدام الله عز شبابها وسقى حماها كلما الغيث هما منصورة معمورة مذ أزهرت أرضا مباركة وشعبا ملهما